مع تواصل فعاليات قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أو إن صح القول قمة إنقاذ الكوكب والإنسانية. اليوم هو اليوم السادس والمخصص لإزالة الكربون، يعلو فيه الحديث عن هذا الشأن. من المفترض أن تدور 7 جلسات على مدار اليوم حول إزالة الكربون، جلسة بعنوان تحدي إزالة الكربون، تسريع الطريق نحو إزالة الكربون من صناعة الصلب، أيضا جلسة عن الالتزامات بالعمل ورحلة إزالة الكربون في صناعة النفط والغاز، وجلسة رابعة حول صناعة أسمدة منزوعة الكربون، جلسة خامسة عن دفع التعهد العالمي بشأن الميثان، وجلسة سادسة عن تعزيز الجهود في إزالة الكربون من الأسمنت، وجلسة أيضا عن المضي قدما لدعم مسارات التنمية منخفضة الكربون لأفريقيا والعالم أجمع. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ دكتور خالد القاضي، أستاذ البيولوجي والبيئة جامعة حلوان ومؤسس تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ. دكتور خالد، بعد التحية، يعني اليوم بتتواصل الفعاليات، وكما ذكرت هو يوم إزالة الكربون، هو أيضا أحد الأيام الموضوعية التي أترجتها رئاسة مؤتمر المناخ، كيف ترى أهمية طرح هذا الشأن في المؤتمر وضوء تأثيره المباشر على ارتفاع درجات الحرارة؟ اولا بلا شك انه ما حدث بالامس واليوم، الامس كان يوم التمويل اول امس كان يوم التمويل، والنهارده الحديث وتمويل كان مساراته، اهم مساراته هو كيفيه الحد من انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري، واهمها غازات الكربون سواء الكربون دايوكسيد او المونوكسيد او الهيدروكربون او خلافه. اليوم كل الجلسات كانت تتجه في هذا الاتجاه، ازاي يمكن الاغلاق من المنبع، كيف يمكن هنالك الزام المنشآت الكبرى والمصانع الكبرى في الدول العظمى او حتى الدول الناميه بانها تتخذ جميع الاجراءات البيئيه للحد من هذا الملوث. اولا فالالزام هو اهم شيء، هو التعهد بالالزام، الالتزام بالقوانين. الجزء الثاني والاهم مشروعات تخفيض حده التلوث والمشروعات الخضراء هي الطريق الاوحد للاغلاق من المنبع، فلا بد ان يتم الاتجاه عدم استخدام الوقود الاحفوري او اي نوع من انواع مصادر الطاقه التي تولد غازات الكربون. بلا شك انه هذه كما ذكرنا اليوم وامس، بلا شك ان هذه المشروعات الكبرى هذه مكلفه جدا، ولا يمكن للدول لا يمكن للدول الناميه وبالاخص الدول الافريقيه، واليوم اكثر من حديث عن اكثر من جلسه في هذا الحديث، لا يمكن للدول الافريقيه ضخ اموال في هذه المشروعات وهي تحت وطأة الجوع وقلة الإمكانيات المادية، ولذلك لا بد أن تدعم من قبل الدول الكبرى وخصوصا ال 22 دولة اللي هي لهم الأثر الأكبر في هذه الملوثات. وبالفعل ما هو يتم الآن من شراكات واضحة جدا، وحضرنا أكثر من شراكة موجودة بين دول سواء على مستوى الشرق الأوسط أو الدول الأوروبية. نعم، يعني دكتور خالد، في الحديث عن جهود مصر، كيف نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية؟ بلا شك أن مصر هذا الملف أولى السيد رئيس الجمهورية، أولى هذا الملف اهتمام كبير جدا، مش ليس من اليوم لكن من اكثر من 3 أو 4 سنوات. نعم. وفعلا بدا التنفيذ على ارض الواقع في عديد من الصناعات وخصوصا الصناعات ذات التاثير الاكبر في غازات الكربون مثل شركات مصانع الاسمنت. الاسمنت هو المصدر الاكبر والاعظم في توليد ثاني اكسيد الكربون، وكل الدراسات تؤكد على انه اكثر من 50% ينتج من صناعه الاسمنت وصناعه الحديد الصلب. بلا شك في الاجراءات البيئيه والالتزام البيئي مصر اول دول بتستخدمه، ولكن ارجع اقول ان مثل هذه المشروعات، مشروعات الاستبدال مصادر الطاقه، مشروعات مكلفه جدا، ولا يمكن لمصر او اي دوله من الدول الناميه انها تحقق هذه المشروعات دون دعم. على الملوث ان يدفع ثمن تلويثه للبيئه، فيعني لا يمكن كما قلت لا يمكن ان يكون هنالك التزام كلي
بانخفاضات حقيقيه في انبعاثات الكربون دونما شراكه كبيره لتحول الاخضر. نعم، شراكة من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، شراكة من الحكومات والقطاع الخاص في كل دولة. بلا شك، احنا شفنا النهاردة، أنا حضرت النهاردة في أحد السيشنز أو الحلقات الموجودة، صوت الشعب، صوت الشعوب، دور النساء الشعوب وخصوصا الشعوب البلاد الإفريقية، وصوتهم هم وصل إلى هذا المستوى من الدول الملوثة. إزاي تتصدى المرأة، تتصدى للتغير المناخي، وإزاي تعري هذه الكوارث والحالة التي وصلت لها مثل هذه البلدان. ده مهم جدا، ورقة ضغط كبيرة جدا كانت موجودة في المؤتمر. ربما يعني المرأة في أي دولة نامية لا تدري كيف يمكن أن تتصدى للتغير المناخي، يعني هل ممكن تقريب الصورة إليها في والله في عملية على ما رأيت التصدي؟ اليوم من قيادات نسائية في الدول الإفريقية عكس ذلك بالمرة، هنالك حجم من التوعية بأعلى درجة موجودة من هذه الدول للنساء، بل هم أكثر دراية بالتأثر والتغير المناخي، نغير من طبيعة المكان، حالة الجفاف والتصحر وحالة الجوع والمرض والفقر كلها نتيجة للتغيرات المناخية. هم أكثر تأثرا الدول الإفريقية التي لا تمتلك مطلقا الموارد المادية لتحولها إلى التحول الأخضر. وكان حديث يعني بلا شك كان حديث واعي جدا من المرأة في هذه الدول، واعتقد هيبقى له دور كبير جدا خلال هذه الجلسات القادمه ان شاء الله. نعم، هناك ايضا جلسه من المفترض انها على مدار هذا اليوم حول صناعه اسمده منزوعه الكربون. أيوة. اهميه هذا الشان. بلا شك الاسمده الخضراء وخصوصا الامونيا المستخرجه من الهيدروجين، ده من اهم المستهدفات للتحول الاخضر. نعم. وانا رايت النهارده جلسات في الجناح السعودي على اعلى مستوى، زراعة أكثر من 10 مليار شجرة زراعة عضوية كاملة بدون استخدام أسمدة، هذا شيء مشرف جدا. أيضا السعودية النهاردة تتبنى المدن الخضراء أكثر من جلسة في جناح السعودية، أنا كان شيء مشرف جدا على أعلى مستوى مستويات، وكان فعلا الحث الاتجاه نحو استخدام الأسمدة منزوعة الكربون والأسمدة أيضا الكيميائية بالمرة والتحول للأخضر من خلال الأسمدة العضوية. يعني أرى من كلامك أن دعم مسارات التنمية منخفضة الكربون لأفريقيا أو للعالم يقتضي تمويل ويقتضي تعاون مستمر ومثمر فيما بين الأجهزة والدول وأيضا كما ذكرت الحكومات والقطاع الخاص. كان أيضا هناك تساؤل يعني سمعناه من مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية خلال فترة التحول الطاقي إن أردنا هذا الأمر، برأيك كيف؟ أنا شايف طبعا هذا صحو الحدث على مستوى العالم وصحو التوعية. أولا هذه كتائب التوعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة مع التغيرات المناخية وتأثيرها الخطير، فليس لدينا سوى هذا الكوكب، نكون أو لا نكون، هذه قولة واحدة في جميع المتحدثين في هذا المؤتمر. أرى أنه ده ضغوط وراء الضغوط على كل الحكومات. فمن قبل سابق كان الحديث عن قضايا البيئة حديث يعني حديث على حذر، وكان حديث أيضا حديث رفاهية، لدينا مشاكل أخرى من اقتصادات الدول وغيرها وغيرها وغيرها، لكن الآن أصبح الجزء الأعظم في الاقتصاد في معظم الدول حتى الدول النامية سوف يوجه إلى التحول الأخضر. أعتقد ذلك سوف يكون دافع حقيقي واقتصاد التحول الأخضر اقتصاد مربح جدا ومجدي جدا إذا كان في الاتجاه الصحيح. طيب يعني ده برضو مدعاة لسؤال آخر، إن القمة بتعقد بمشاركة دولية واسعة، كيف تقيم مستوى التفاعل الدولي مع كوب 27؟ مدى انعكاسه على الالتزام بالوعود التي تم قطعها؟ وأنا أعتقد أن هذه الدورة تختلف تماما عن الدورات السابقة، أن كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها دورة للتنفيذ وليس هناك سوف يحدث أو لا يحدث. الآن العالم ككل، الكل متضرر، الدول الملوثة والمتلوثة الاثنين متضررين. ما نراه الآن في هذه الدول من حرائق ومن حرائق الغابات ومن فيضانات ومن أثار للقتل في كل مكان أصبح ملزما أولا للدول الملوثة قبل الدول المتلوثة.
فأصبح الأمر لا حل ولا طريق إلا أن نتوحد لكلمة واحدة، لا بد أن نواجه التغيرات المناخية. أعتقد كل الدول والشراكة اللي شايفها على الأرض، نحن حتى هذه اللحظة ونحن نحضر هذه الجلسات نجد أن هنالك دعم على أعلى مستوى من كل الدول، من كل الدول المشاركة. ما رأيتهم الخطوات ملموسة على أرض الواقع يعني أثناء انعقاد هذا المؤتمر، حدثت بالفعل منذ حضورك له من اليوم الأول إلى اليوم؟ طبعاً لا أحضر كل الجلسات، لكن طبعاً أنا ما أراهم وما تم عرضه على معايير المختلفة التمويل اللي حدثت والتي تم عرضها من قبل الحكومة المصرية أيضا في يوم التمويل، شراكات المحدودة التي تمت بين دول أوروبية ودول غيرها في مع مصر ودول الشرق الأوسط كلها في التحول الأخضر مثل الهيدروجين الأخضر، في شراكات كثيرة جدا وفي عروض كثيرة جدا رأيناها، وفي نوع من أنواع الشراكة بين الدول العربية وبعضها البعض. نعم، أستاذ دكتور خالد القاضي، أستاذ البيولوجي والبيئة جامعة حلوان ومؤسس تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.